عدنا إليكم من جديد، حلقة جديدة من برنامج فتنة وجدة تغرق. لا جديد كالعادة جدة تغرق، لكن المرة هذه وعدونا قالوا لنا احنا جاهزين لاستقبال الأمطار. فأبشركم كلكم بأن مشروع درء السيول ومخاطر السيول على مدينة جدة نجح بامتياز. حالته في بيوتهم، المطر لاحقهم لاحقهم. راح بيتي، بيتي كله راح خلاص. لنا سنين ندور على ايش في جدة. تطلعتكمش بالله. طب ايش الحل لمشكلة سيول جدة؟ هتفهم في النووي وانت ما عندكش بلاعة. يعني معقولة نطلع نقول للعالم بنحل مشاكلكم الخارجية والداخلية قبل ما تتكلموا على الديمقراطية اعملوا بلاعة؟ مشكلة جدة يا جماعة ما هي من امس ولا اليوم، من عام 1400 واهل جدة يطالبون بلاعة. هذا الوقت، هذا طبع الايام، عذبات الايام ما تمدي لياليها. في عام 2009 جاءت الأزمة الأولى، أعلن الملك تشكيل لجنة للتحقيق في أزمة وكارثة سيول جدة. شفتوا شيء؟ حصلتوا شيء؟ وصلتوا النتيجة؟ وصلت اللجنة إلى منطقة خط أحمر لا يمكن تجاوزها. إيش معنى بن لادن طيرتوها في أسبوع وأزمة سيول جدة إلى اليوم عالقة؟ ولا عشان بن لادن مواطن؟ هذا طبع الأيام. يا خالد الفيصل، بالمرة الأولى قلت إحنا ما إحنا مستعدين، سبحان الله المطر جاء فجأة يعني. المرة الثانية إيش عذرك؟ بكرة إيش حيكون عذرك؟ أنت جيت قلت نحن جاهزون مستعدون قادرون، وعطيتها وضعية التيتانيك جوة أحد أنابيب الصرف الصحي، والنتيجة أسماك تخرج من فتحات المجاري، السمك صار يمشي مع الناس بالشارع. بمجرد أن وقعت الكارثة جات فرقة حسب الله للتطبيل وجابوا لك صور من لندن، صور من تركيا، صور من أمريكا، قالوا شوفوا مش بس إحنا اللي نغرق، حتى هم اللي غرقوا. والله ما تستحي، والله اللي سوى الحركة دي ما يستحي. أنا أقول لك ليش ما تستحي، هذول اللي جاتهم عصير، جاتهم عواصف، جاتهم سيول، وأنت نزلت عندك المطر ساعة ساعتين وأقل في بعض المناطق. أدري أنت لو المطار عندك 24 ساعة زي بعض الدول إيش يصير فيه؟ لو شاء الله وينزل المطر في جدة يوم كامل متواصل إيش ممكن يصير؟ العالم راكبه قوارب، راكبه جيت سكي، اسمه جيت سكي هذا، وخذ انقاذ وسترات نجاه وناس تسبح وناس تجدف. لما تتكرر ازمه صرف وسيول ببلد من البلدان بسبب مطره ساعه ولا ساعتين، معناته المليارات اللي صرفت طارت، معناته المشروع اللي وعدونا يسووه ما سووه، معناته المليارات اللي راحت في مشاريع ثانيه لقيت نفس المصير. نستطيع ان نبقي هذا الحي ونزيل الخطر عنكم وعن اللي وراكم. طيب يا سمو الامير هذا الكلام من العمل. في عام 2013 نشرت صحيفة عكاظ خبر انه خالد الفيصل واربعة وزراء معه يحتفلون بانجاز مشاريع السيول بجدة. تحتفلون بايش؟ بخيبتكم؟ بفشلكم المستمر المتواصل؟ ولا بالمليارات اللي اهدرت؟ ولا بالنفوس اللي ازهقت؟ الله يرحمه الله يرحمه. غرقت مرتين بل ثلاثا وسأغرق وسأستمر في الغرق، فالسماء لا تبخل بالغيث كما يفعل الفاسدون بالمال، السماء ستعطي وهم سيمسكون، وسأغرق مجددا. سيقولون حينها إن المطر من السماء كان غزيرا هذه المرة، أو قد يقولون إن الأرض لم تكن مهيئة لتصريف المياه، لكنهم لن يقولون أبدا إن الفساد كان ضخما جدا فغصت به جدا ولم تستطع أن تبتلع المياه. سيسرقون أكثر وسأغرق أكثر، لن يتوقفون ولن أتوقف. أنا ماني خبير في الـ أيوة، لكن بالمنطق لا في السدود ولا في التخطيط. نعم. لكن سوف أتي بخبراء إن شاء الله يدرسون هذا الموضوع، وأقول لهم همنا الأول هو خدمتكم وراحتكم. إحنا اللي شوفي اللي بيريحكم
وأهم شيء عندي سلامتكم. أعاهدكم أيها الفاسدون بأن أجعل مياه الأمطار مرآة ترون من خلالها قبحكم كل عام. لحظات دائمة من الخوف والرعب يعيشها أهالي جدة مع كل غيمة يرونها في السماء، لحظات من العذاب والألم يعيشها الآباء والأمهات خوفا على أبنائهم بمجرد أن يسمعوا صوت المطر. من الذي حول حياتهم إلى رعب؟ من الذي حول حياتهم إلى خوف؟ أولئك اللصوص. معقول تمر السنة تلو الأخرى ولم يتم القبض عليهم حتى اليوم؟ معقول أن يتم التحقيق في قضية لخمس سنوات دون أن يصلوا في النهاية إلى الجاني، إلى الجناه؟ في 2009 خرج أشخاص من جمعية اسمها جمعية حسم، قالوا حتى لا تتكرر سيول جدة كتبوا بيان قدموا للمسؤولين في الدولة. هذا الكلام في 2009. اليوم 2015 أعضاء هذه الجمعية ما بين معتقل وما بين شخص يحاكم، لكن المسؤولين عن هذا الفساد اللصوص الذين سرقوا أموالنا وعبثوا بالميزانية وأغرقوا الناس وأهلكوا الأموال والمنازل والبيوت والسيارات ما زالوا طلقاء ولم يمسهم أحد بسوء. قاكم على خير، كونوا أحراراً.